شعره عمر شعر. انا ايه ده انا ايه ده ظلم ما انا ما اعرفش خلاص. لا اعملها عليك امسك نفسك انت راجل. بقول لكم يا جدعان انا داخل اخد شاور. طب وانا ماليش نفس اخد شاور انا كمان ولا ايه؟ طب خلاص انا اخش اخد شاور واطلع وانت تخش تاخد شاور ورايا. خلاص والله انا عندي شويه اعتراض. طالما كلنا ناخد شاور يبقى موافق. استنى يا حسن حسن هو انا عشان بصور يعني ما اقدرش اخد شاور ولا ايه؟ ماشي احلى شاور. بص يا جدعان قبل ما ننزل النهارده كلنا هناخد شاور وانا اول واحد. بس في مشوار كده في السريع انما انت شهر استناني هنا 5 دقايق وجاي لك. جدعان زي ما قلت لكم فوق ان احنا رايحين مشوار انا والمظابيط فانا جايبكم هنا عشان اقول لكم كلمتين بنحضر لكم فيها المفاجاه دي بقى لنا اكتر من 3 شهور انا وحسين ودلوقتي حانت اللحظه اللي انا اقول لكم عليها. المفروض ان احنا طبعا كنا بنقرا الرسائل بتاعتكم الفتره اللي فاتت على الانستجرام والرسائل اللي كنتوا بتكتبوها على الفيسبوك والكومنتات الرايقه طبعا اللي كنتوا بتكتبوها على اليوتيوب فقررنا ان احنا نعمل 1% من اللي انتوا كنتوا بتعملوه عشاننا وعشان كده قررنا ان احنا نعمل جايزه للمظابيط او الناس اللي بتتابعنا وهنختار واحد من الفانز بشكل عشوائي وهنصور معاه واحنا بنسلمه الجايزه وكمان هنصور فيديو واحنا بنصنع الجايزه واحده واحده برده بثمنه 7000 دولار يعني بالمصري كده ممكن يعمل له 100000 جنيه مصري واكتر كمان من 100000 جنيه فاحنا هنختار المظابيط وهنختار بشكل عشوائي بس طبعا عشان تتاكد ان انت واحد من المظابيط لازم تكون مشترك في القناه وعامل لايك للفيديو ده واستعد عشان الفيديوهات الجايه هنختاره بشكل عشوائي وقدامكم. يا ترى مين المظبوط ومين المحظوظ اللي هيكسب بار الذهب اللي ثمنه اكتر من 100000 جنيه ده؟ تابعوا الفيديوهات الجايه واشتركوا في المسابقه عشان تعرفوا مين الكسبان فيها. طب يا جدعان انا لسه جاي من بره وعايز اقول لكم ان بوشي كلمني من يومين قال لي ان في فيديو كده على اليوتيوب وهو طبعا ما بيتفرجش على الحاجات دي بس عشان شاف هيكل توينز في العنوان فقال لك ادخل اشوف الموضوع ده. المهم ان هو بيقول لي ان لقيت خروف كده قاعد في النص عمال بيتكلم وجنبه ورابوزات كده وكان جنبهم بقره صغيره كده عماله تهلس برده باي كلام فانا طبعا سقطت الحوار والله ولسه فاكر دلوقتي حالا عشان كده قلنا ان احنا نطلع مع بعض كده نشوف الفيديو ده ونشوف الحوار ده ونشوف البقره الصغيره دي برده هنعمل معاها ايه. تعالوا معانا. ايه ده مش ده الواد بتاعه ولعت الخروف؟ هو الخنازير اللي معاه دول. انا من قبل ما ابدا الفيديو يا جدعان عرفت بوش قصده على مين الخروف وقصده على مين الخنزير الصغير او لا البقره الصغيره البقره الصغيره كده الخروف الثاني ده البقره. شاشه كبيره بس قلنا خساره مش ده المحتوى اللي احنا شايفينه. شاشه كبيره يا شباب شاشه كبيره ايه؟ شاشه كبيره انت تعرف اللابتوب ده اغلى منكم كلكم وانتوا قاعدين تمام كلكم يا اسطى هتهدموا يا ايكل يا جدعان. بصراحه احنا كنا هتهدمني يا شباب انا ما قلتش ان هي كانت قلت سرقوا الكلب بتاعي انا طلعت في فيديو وقلت في 2 حراميه سرقوا الكلب بتاعي واضح ان اللي جت على مقاسه لبسها. يا جدعان والله معلش مش فارق معايا الا حاجه واحده الناس الاراجوزات اللي قاعدين جنبه عادي بيقولوا له على اي حاجه بيقولها دي انا عايز اقول لك ان انت ما تفرحش بيهم لان اي واحد فيهم بيقع تحت ايدينا في خلال 3 ثواني بالظبط بيكون بيعاد ولو انت ناسي فلاش باك افكرك بيه. شهر عمر شهر بتاع اليوتيوب احمد شهر وعمر شهر انا ايه ده انا ايه ده ظلم بتشعر بيه خلاص. لا اعملها عليك امسك نفسك انت راجل. بس انا عايز اقول لكم حاجه يا جدعان بعد ما شفت الفلاش باك ده وعرفت ان اي حد من الاراجوزات دول لو مسكناه في خلال 3 ثواني بالظبط هيكون بيعه اول ما يقع تحت ايدينا يعني عايز اقول لكم ان الاراجوزات اللي قاعدين دول ولا واحد فيهم يلزمنا غير الواد ابو كرش ده عشان فعلا لو مسكناه البقره ابو كرش الصغيره دي لو مسكناه عليا ان انا بنفسله كرشه كده محدش فاهم منه اي حاجه. يا جدعان في حد ما فهمش الكلام اللي كان متقال في التراك ده؟ فهمت كل حاجه فهمت كل الكلام وانا والله بذمتك انت فهمت حاجه والله ما فهمت انت بتقوله يا جدعان كده فهمت حاجه من الكلام اللي قاله ايه ده انا مش فاهم انا فاهم كل حاجه فهمت حاجه ايوه ايوه فاهم كل حاجه عليا انا اللي انت قلتها كانت مفهومه اصلا وانتوا بتتفرجوا على الديس تراك ده كان شكله عامل ازاي انتوا لو تعرفوا شكلنا بيبقى عامل ازاي واحنا بنتفرج على اي فيديو انتوا فيه فانز بتاعكم يا جدعان. طب انا هسالك سؤال الفانز بتاعكم يا جدعان بس بيقول لك انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا بقى شكلهم عاملين كده. طب انا هوريكم جزء صغير من المحتوى اللي شاور بيقدمه. السلام عليكم بدايه فلوج جديد دور بنار النهارده يا جدعان هننط في الطياره النهارده هننط في الطياره النهارده يا جدعان وبعد ما ننط في الطياره اكتر واحد هيعمل بيبي على الارض هنا واكتر واحد هيطرطر على الارض هنا هيكسب 10000 جنيه بعد ما يشرب الطرطره بتاعته. نسيت اقول لكم ان احنا كمان غنينا 27000 جنيه عشان انا داخل على الراجل لا خلاص اعمل لك شوف رد فعل اخويا هيبقى عامل ازاي احط دي في وهو نايم وشوف رد فعل اخويا هيبقى عامل ازاي. يلا اسكت يلا 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 الكاميرا الان مع المفاجاه عظيمه هيك الدور والان
مع المفاجأة التانية، عربية شاور. والستة حطوا عليكوا، احنا هنحط عليكوا تاني. ودي ليش دي؟ قول يا ثانية واحدة معلش، هو تقريبا نسي مين اللي حط على مين، فأنا عايز أفكرك بس كده بشوية حاجات عشان تفتكر مين اللي حط على مين. فاكر القطة السودا اللي احنا خطفناها منك وقعدنا بيها شهر ونص، والقطة دي من كتر ما انت كنت فرحان بيها كنت عاملها اللوجو بتاعك، وفضلنا محتفظين بيها لحد ما اتعلم عليك فيها، وبعد ما صعبت علينا رجعنا لك القطة بتاعتك. ولا انت فاكر برضو الكلب اللي خطفناه منك وقعد حوالي شهر كامل معانا، ولما صعبت علينا رجعناهولك، بس ما رجعناهوش كده. ولا ناسي كمان الخازوق الكبير اللي احنا مدينه لك مع عم كمال لسه، ولحد دلوقتي انت مقتنع ان عم كمال واحد من رجالتكم انت حبيبي. المهم يعني عايز افكرك بكل الحاجات دي، وعايز افكرك كمان بالعربيه بتاعتك اللي اتدمرت، وعايز افكرك باصحابك الهلاهيل اللي قاعدين جنبك دول، ان لما واحد فيهم كان بيتخطف يبيعك في خلال 3 ثواني، فكل الحاجات دي عملناها لك، وبرضه مقتنع ان انت لسه علمت علينا. انا مش عارف الواد ده بيفكر ازاي، كبير ده سلام. ده مين اللي ولا ابو كرش كبير ده سيد حسين؟ انا يا جدعان عايز اقول لكم ان كل واحد في الالهيل اللي قاعدين جنبه دول كل واحد فيهم ليه دخله، بس الواد ابو كرش اللي هو الخنزير الصغير ده حرفيا لو فين الدبوس؟ فين الدبوس؟ احنا كنا جايين وروني كلهم، كل واحد فيهم ليه دخله، بس الخنزير الصغير ده هنفسيله كرش. المهم يعني يا جدعان ان انا عايزكم توجهوا رساله للخنزير الصغير ده ان هيكل توينز هيفسولك كرش. صح، انتوا اتنين واحنا سته، والسته حطوا عليكوا، احنا هنحط عليكوا تاني. ما تجيليش دي، قول يا دعبه الاول. اسمع سواقين تكاتك. اسمع تاني عشان هي عجبتك، مش اسمع تاني عشان خاطر الحته معرفش ايه. اسمع عشان عجبتني، ده انا عليا ان اعمل مشي نص الفيديو دلوقتي عشان عايز اخلص منك يا حسن. ايه؟ تعالى خد عربي اخلص الفيديو تعالى. معلش انا زهقت والله يا جدعان. اعمل يا عم مش عارف لسه قاعدين ايه لحد دلوقتي. استنى شويه جاي لكم. الو شغال التنزل بتوعنا يا جدعان، هو بيتفرجوا على التراك. ما هو جنبيه سريعا شغالها تاني، يعني انا عمري ما اتفرج على فيديو ليك وشغاله تاني. بس اعترف ان هو بيتفرج على فيديو لينا، يعني انت اللي فاز. يلا يا حسن، يلا يا حسن. اسكليتا ولا ايه كارتا دي؟ ما هو دي مش مشكلتنا، انت تروح تتعلم وبعد كده تيجي تتفرج على فيديوهاتنا. ده ان احنا فيديوهاتنا للكبار فقط. يلا يا جماعه اقسم بالله لو جبت لي واحد فوق ال 18 سنه بيتفرج عليك هديك 100 جنيه دلوقتي. كل اللي بيتفرجوا عليه فوق ال 18 سنه هتلاقي عددهم 50 60 واحد بالكتير قوي، من مصر كلها 20 30 واحد كمان بالعافيه. اختلافي مع الشهرجيه مش في حاجه والله، اختلافي مع الشهرجيه انا ماشي، هم دلوقتي حبايب، بس طول ما هم بيتعاملوا خروف وخنزير وشويه مطبلاتيه اكيد هيوصل لهم صوره غلط عننا. بس انا عايز اقول لكم زي ما شهر كان قايل ان احنا سرقنا وان احنا حراميه، احنا ما بنعلمش غير على اللي بيجي علينا وبس. حتى متوفر يا نار. ريمكس الخنزير، ريمكس الخنزير قبل كده يا جدعان، خدوا الحته دي. انت متوفر يا نار. ثانية واحدة بس، انا عايز افهم بس، يعني هم منين فاكرين او كانوا فاكرين نفسهم يعني ده هم رايحين يسيطروا على الكلب الصغير؟ ليش فاكرين نفسهم ان هم كده يعني الرجالة كله تمام؟ طب كانوا جم خدوا ده. هلا صح؟ تصدق قالها شروق، الواد شروق ده لو رحت اخده هو شخصيا. فعلا لما انتوا بتوع كلاب وبتخطفوا كلاب ما خطفتوش زين ليه؟ طب صلى على النبي، اقول لك ليه ما خطفناش زين يا معلم؟ لان احنا رايحين ناخد الكلاب والقطط والكلام ده، اولا احنا ما خدناش كلب ولا قطه، احنا خدنا اللوجو بتاعكم اللي هو سيمبا، تعليمه في حد ذاتها. تاني حاجه يا معلم، بيبقى حجم صغير كده، بتبقى مشوار رايحين صد رد ونقول لك يلا يا عم عندي ناخد ايه من عندهم في البيت النهارده؟ نقوم واخدين قطه، نقوم واخدين كلب، نقوم واخدين بني ادم. لكن لما نيجي نخطف حاجه كبيره زي زير مثلا، انت عارف بناخد ايه؟ بناخد عربيه زرقاء وبنروح طنطا، وانت عارف بقى ايه اللي بيحصل؟ احمد شهر وعمر شهر، انا ايه ده؟ انا ايه ده؟ اتنين هلاهيل، اتنين هلاهيل. ايه ده؟ هو الخنزير ده طلع بيتكلم يا جدعان؟ انا كنت فاكرها بتمعمع بس يا جدعان والله العظيم فعلا انا كنت يعني متردد ان انا ممكن افسيك ولا ما افسكش الواد عسكر ده، بس حرفيا الخنزير الصغير ده احنا لو قفشناه بجد 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 مش هنحله لما نخليه مثلا 3 كيلو دبوس نربطه في العربيه احسن من اخرج دبوس والله. صحيح، بس انا عايز بس سؤال كده مهم، المفروض ان الشرجيه يسالوه. الشقه القديمه اللي احنا كنا كسرناها راحت فين يا هيكل يا توينز؟ ولا انتوا حورتوا على المظابيط الفانز بتوعكم وقلت لهم ان انتوا نقلتوا عشان الشقه صغيره؟ هو في حد بيتكرش من شقه ملك يا غبي انت؟ يا جدعان الشقه دي يعني المفروض ان هي بتاعتنا، المفروض ان احنا اتطردنا منها، ده المفروض ان هو بيقول كده ان احنا اتطردنا. طب احنا اتطردنا مثلا نفترض من مكان مش بتاعنا، مش الدور الباقي كده على مالك من اللي اتطرد من بلد؟ صاحبي كمان دلوقتي في الفيديو ده كنت انت لابس تيشيرت، التيشيرت ده معاك بنتو في الزباله؟ حسينه هو ده مكانه. طب في الزباله بره ولا في الزباله جوه؟ في الزباله بره. لا يا جماعه احنا عايزين، بس برضه يا حسن ما كانش ينفع تخليه يعمل كده في اللوجو. يا ابني يا ابني سيبني انا اخطب بقى وقت التنفيذ، يبقى تعالى حاسبني.
سيبني اخطب بس الاول. هما اللي استفزونا واضطروا يرجعونا تاني للمشاكل. هو بيقول يا جدعان ان هما اللي استفزونا، بس اللي انا عايز افكركم بيه ان احنا كنا قاعدين في امان الله عادي خالص ولا نعرف اي حاجه، لان انا منزل فيديو بيقول ان احنا سرقنا الكلب بتاعه، وده اللي انا كنت عايز افكركم بيه. فهو اللي بدا المشاكل تاني وهو اللي ابتدى يرازي فينا تاني، فهو انا عايز اقول له برضه استحمل اللي هيحصل لك. يا عم اعملها لك مفكره، دايما العلم ما بتحبش اللي احسن منها. فعلا العيال ما بتحبش اللي احسن منها، عشان كده في اول الفيديو مسكوا البراند رقم واحد في مصر وهي افجر تيشيرتات في مصر ولفز، وعملوا فيه كده في اول فيديو وحطوا لي الكلب بتاعهم. بس انا عايز اقول لكم ان الكلام ده ولا فرق معانا، وبرده ولفز افجر سويتشيرتات في مصر. اخيرا يا جماعه الفيديو خلص، والله مش مصدق نفسي، اخيرا الحمد لله خلصنا. اختار واحد من الفانز بشكل عشوائي عشان هيكسب معانا، برده اختاروا بشكل عشوائي ان هو يكون عامل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه بتاعتنا عشان خلاص دخلنا على 4 مليون مشترك، وحاجه كمان ان هو بيستلم برده الذهب ده هيطلع معانا في فيديو على اليوتيوب، يعني هياخد جايزه ذهب وهيطلع معانا في فيديو على اليوتيوب. ولكن جازات اي واحد يغلط في اللوجو بتاع هيكل توينز اللي هو افجر لوجو في العالم، انما اللوجو بتاعكم بقى هقول لك دلوقتي حالا تمامه ايه. اتمنى لك تشطيفه سعيده.